أطلقت دراسة جديدة تحذيراتها على الصحة العامة بعد الكشف عن استخدام بنغلاديش إحدى أكثر الدول المصدرة للبهارات لمادة كرومات الرصاص السامة في إبهار الكركم لإكسابه اللون الأصفر الزاهي. وصى مخاوف من وصول هذا الكركم إلى الأسواق الكويتية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير التالي. تعد البهارات من أنواع الأطعمة التي تضاف إلى الأكلات لإعطائها نكهة خاصة، وتعتبر الكويت من أكثر الدول التي تتميز موائدها بالبهارات لإضافة نكهات كثيرة، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى بهار الكركم، ولكن دقت إحدى الدراسات الجديدة التي نشرتها صحيفة الراي ناقوس الخطر والإنذار، إذ تحذر من أحد أشكال القش التجاري. حيث كشفت الدراسة من استخدام أحدى أكثر المواد سمية وهو مادة كرومات الرصاص في بنغلاديش لإكساب جذور ومسحوق الكركم باللون الأصفر الساطع وتعد كرومات الرصاص من المواد المحظور استخدامها عالميا في معالجة المنتجات الغذائية نظرا الى انها تؤدي في حال تعاطيها الى رفع مستويات الرصاص في الدم وتسميم الاعصاب والاصابه بامراض القلب والدماغ واعاقه نمو مخ الاطفال وفيما لم تتطرق الدراسه الى فحص عينات من مسحوق الكركم الذي تصدره بنغلاديش بكميات تجاريه ضخمه الى دول كثيره حول العالم وبما في ذلك الكويت وبقيه دول الخليج فان النتائج المشار اليها تستوجب من باب الاحتراز اثاره التساؤل هل يحتوي كركم الكويت كرومات الرصاص السامه محلات العطارة في الكويت، أكد العاملون فيها فحص جميع المواد المعروضة في محلاتهم قبل بيعها من قبل الجهات الحكومية المختصة. كلكم في نوعين يجي، في هاب وفي نعم، بس نانا هني تهن، هاب، اشتري هاب وتهن، وبعدين هذا غراز يجي من برا لازم فاس بلدية بعدين بيا. ما تلفاس لازم مرجو رجع. كلكم من هند يجي بس. جيب عادل عقل بالكويت اول لازم بعدين وكانت الدراسه الموسعه قد اجريت على مستوى المناطق الاكثر انتاجا واستهلاكا لمسحوق الكركم في بنغلاديش ومن خلال اجراءات منهجيه وتحليليه خلصت الدراسه الى استنتاج مفاده ان تلك الماده السامه توجد بنسب مرتفعه في عينات الكركم التي تم تحليلها وان ذلك هو على الارجح المتسبب الاول في ارتفاع مستويات الرصاص في الدم بين البنغاليين